ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماع لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره والدخول الجامعي وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022 فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم تخص التعاون الدولي والطاقة بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي ومختلف العروض المدرجة ضمن جدول الأعمال أسدى السيد الرئيس التعليمات والتوجيهات التالية بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة. مراجعة قانون العقوبات لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة لا سيما تلك التي تم إقرارها لمحاربة المضاربة التي تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد في بعض الحالات. أمر السيد الرئيس وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة ورفع الأسعار، إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين وسعينا لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس. بشأن تنظيم جامع الجزائر وسيره، استكمال كل الجوانب الخاصة بتسلم مختلف الهياكل المكونة لهذا الصرح وإتمام تجهيزه وفق معايير الجودة التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية، الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة لتنظيم جامع الجزائر على المستويين العلمي والإداري ووضعه تحت وصاية الوزير الأول، رفع مستوى تكوين المسيرين والإطارات المكلفين بخدمة هذا الصرح بالتعاون مع مختلف الشركاء ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة. أما بالنسبة للدخول الجامعي 2021-2022، إيجاد آلية لتغيير التوزيع العام للتخصصات الجامعية بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، مواصلة تجسيد مبدئي التخصص والامتياز لخلق مدن جامعية متخصصة وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، إشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية، وضع برامج للتعاون لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين في جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة، توفير الإمكانات للتكوين النوعي أفضل الوسائل مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية، إلى أهمية خاصة للتكوين والتأطير العلمي العالي في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن. بخصوص دخول التكوين المهني لسنة 2021-2022، مواصلة العمل لضمان التكامل بين عروض التكوين ومتطلبات عالم الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية في مجال تكوين الموارد البشرية، تثمين التكوين في شعب ومجالات لا تزال تعتمد على طرق تقليدية في التسيير لا سيما في تربية المائيات وبناء سفن الصيد ومجال الطاقة المتجددة، ضمان الانسجام بين برامج التكوين المهني والتعليم العالي في إطار خطة التنمية الوطنية خصوصا في القطاعات الواعدة على غرار صناعة صيدلانية، فتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين من الشركات والمؤسسات في مختلف مراكز التكوين المهني بمساعدة من الدولة. وقبل اختتام الجلسة وافق مجلس الوزراء على اقتراح تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوضع خط أخضر على مستوى السفارات والقنصليات تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية قصد ضمان حماية دائمة وفورية لهم والاستماع لانشغالاتهم في حالة تعرضهم للمضايقة بالخارج، كما صادق المجلس على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة. انتهى بيان مجلس الوزراء.